يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم، برحب بيكم في حلقة جديدة من أنا وبيتي. كلها أيام ونحتفل ببداية سنة جديدة، وبعدها على طول عيد الميلاد المجيد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. وعارفين طبعاً ومجربين كلنا أنه موسم الأعياد هو موسم الخناقات، ده بيحصل في أكبر نسبة من البيوت الحقيقة، والأسباب كتيرة قوي هنتطرق ليها. تلاقي كده مثلاً ليلة العيد الولاد مبسوطين وفرحانين وبيحتفلوا ويستقبلوا العيد تاني يوم، وبيحضروا نفسهم وهدومهم وحاجتهم، والبيت نظيف، وربة المنزل بتحضر الأكل علشان بعد كده يلبسوا ويروح القداس، وفجأة تقوم خناقة من لا شيء وعلى أتفه الأسباب، والكل يتنكد والكل يزعل، تقول لك آه أصل دي خناقة العيد. المشكلة مش في العيد يا جماعة، المشكلة في الأمور المرتبطة أو اللي حوالين العيد، الالتزامات المادية والاجتماعية المرتبطة بالاحتفال بالعيد. يعني مثلا الأمور المادية من أكتر الحاجات الضاغطة على الزوجين اللي ممكن تخليهم قبل العيد يتخانقوا. محتاجين طبعا حاجات العيد، محتاجين أكل، محتاجين لبس، ممكن يكون الاحتياجات دي بتفوق القدرة المالية أصلا للأسرة، فتلاقي الاتنين بيختلفوا. أو مثلا الزوجة بتتخانق مع الزوج، عايزة تفطر عند ماما ليلة العيد، هو يقول لها لا هنروح عند مامتي ليلة العيد، وهما الاتنين يختلفوا، هما الاتنين يزعلوا، وممكن الخناقة دي تحصل ليلة العيد. مع أنه الحقيقة سيدنا اتكلم في النقطة دي تحديداً قبل كده وقال دي تحسم في فترة الخطوبة، اتكلموا في الموضوع ده في فترة الخطوبة واحسموا الموضوع عشان ما تتخانقوش بعد الجواز وتنكدوا على نفسكم في الأعياد. ممكن مثلاً الخناقة تحصل بسبب أنه الزوج يكون حاطط برنامج معين كده لأجازة العيد، عايز يقضي أجازة العيد بشكل معين، والزوج عايزة تقضيها بشكل آخر، والاتنين يعندوا ومش عايزين يوصلوا لنقطة وسط فيختلفوا وينكدوا على بعض في العيد. أو إنه مثلاً نكون ساكنين في بيت عيلة، فالزوجة تلاقي سلفتها مثلاً اشترت حاجة مختلفة للعيد وشايفة إن شكلها حلو عايزة تجيب زيها، فقدرتها المالية مش قادرة إن هي تجيبها، فتبتدي الغيرة، فنبتدي نزعل، فنبتدي نتخانق وننكد على نفسنا في العيد. يعني الأسباب كتيرة جداً، لكن أنا بشوف إنه من ضمن أقوى وأهم الأسباب إننا أصلاً بننسى إنه مفهوم العيد أعمق وأكبر بكتير من المظاهر الاحتفالية المحيطة بالعيد، وإنه الأعياد فرصة حلوة قوي علشان نقرب من اللي بنحبهم وعلشان نتبسط معاهم وعلشان نحتفل معاهم، فياريت ما نضيعش الأوقات دي في النكد والزعل ونقضي أجازة وحشة قوي. خلوا بالكم يا جماعة، بلاش تدوا فرصة للزعل في الأعياد. يعني لو ما لحقناش نشتري كل اللبس قبل العيد، أكيد دي مش آخر مرة هنشتري فيها لبس، ونهون على نفسنا ونفرح باللي جبناه. لو نفسنا في أكلات مختلفة وأصناف كتيرة قوي زي ما كنا مثلاً متعودين، لكن الظروف دلوقتي ما تسمحش، نفرح باللي احنا جبناه، نجيب اللي نقدر عليه ونفرح بيه ونتبسط. خلونا قبل العيد بفترة طويلة نتفق احنا هنروح فين ليلة العيد، هنروح فين يوم العيد، هنقضي ازاي الأجازة، هنخرج مع مين. عشان أحياناً الزوج بيبقى فيه ناس ما بيحبش يخرج معهم، أو على فكرة الزوجة ممكن الزوج يقول لها هنخرج مع أصحابي وزوجاتهم هي تكون مش بتحب كده. فخلونا نتفق قبل العيد بوقت كافي عشان ما ننكدش على بعض، وعشان ما نبقاش مضغوطين، وعشان ما نختلفش ونتخانق في وقت العيد. ولو حسيتوا إنه في شرارة كده هتعمل خناقة، اعملوا فصل للقوات، خليك أنت في مكان وهي تقعد تروح في مكان في نفس البيت، يعني في نفس الشقة، ابعدوا كده عن بعض شوية وهدوا، وبعدين ارجعوا تكلموا بهدوء علشان الموضوع ما يقلبش خناقة كبيرة وننكد على نفسنا وننكد على الولاد. إن شاء الله تمر الأعياد والمناسبات بشكل حلو، كلنا نتبسط وكلنا نفرح وكلنا نحتفل بدون خناقات وبدون زعل وبدون مشاكل، وينتهي مصطلح خناقة العيد ده للأبد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. أما بقى عن حلقة النهاردة، فإحنا مكملين مع حضراتكم، يعني هنرد على عدد كبير من المشاكل وهنرد على عدد كبير من التليفونات ومن الأسئلة اللي بتجينا، لأنه إحنا يعني حابين قبل نهاية السنة نكون ردينا على أكبر قدر ممكن من الرسائل الخاصة بحضراتكم، يعني علشان اللي عنده مشكلة ومتعلقة يحاول إنه يلاقي حل، وإن شاء الله كده يا رب نبتدي سنة جديدة بدون أي مشاكل. طبعاً بيسعدنا ويشرفنا وينورنا ويباركنا كالعادة نيافة الحبر الجليل الأمبابولا وطران طنطا وكل توابعها بعد الفاصل، خليكم معانا. Thank you.
بحضراتكم معانا في أنا وبيتي. الحقيقة يمكن زي ما بقول كل مرة في حلقة الرسائل إنه بتبقى من أكثر الحلقات استفادة، لأنه إحنا بنشوف مشاكل مختلفة ومتنوعة، كل مشكلة يعني كأنها موضوع قائم بذاته، بنستفيد وصاحب المشكلة بيستفيد وكلنا بيتكون عندنا خبرات حياتية متراكمة. والحقيقة إحنا يعني عملنا حلقة الأسبوع اللي فات رد على المشاكل، وكمان النهاردة لأننا بنحاول على قد ما نقدر عايزين نصفي شوية من المشاكل اللي عندنا، وعشان كمان عايزين كل الناس تتبسط، يعني نفسنا نبتدي سنة جديدة والناس مشاكلها محلولة وناس بالها مرتاح وهادين علشان يستقبلوا سنة جديدة كده وهم صافين ومبسوطين. طبعا بيسعدنا وبيشرفنا وبيباركنا وبينورنا وجود نيافة الحبر الجليل الأنبابولة مطران طنطا وكل توابعها. نورنا يا سيدنا، كل سنة ونيافتك طيب. طيب أكيد نيافتك عندك. أه طبعا اتفضل. أنا بشكرك اللي اتكلمتي في موضوع التدبير المرتبط بالأعياد، بس أنا عايز أقول للأمهات حاجة بسيطة قوي. عايز ماما تبقى شاطرة، ماما تبقى مدبرة. ده معنى ماما تفكر تفرح ولادها بأقل تكلفة. ده حقيقي. يعني مثلا دلوقتي بقى البنطلون الجينز اللي مبقع واللي مش عارف إيه بقى موضة. أيوه. فمش لازم أجيب بنطلون، فالنهاردة الفلوس ما تكفيش هجيب القميص أو التيشيرت أو بلوفر أو كده. الحاجة التانية ممكن تبقى حاجة من السنة اللي فاتت وأنا أضيف لها بالتطريز حاجة كده ملفتة لطيفة هتشد العين بسبب التطريز، وبنت تفرح إن في تجديد في الحاجة رغم إنها صح مش جديدة. حاجات صغيرة ممكن تتعمل بشطارة الأم. وأحيانا الأم الشاطرة اللي بتحاول تتعلم تاخد حاجة تخصها هي وتصغرها على بنتها الصغيرة وتضيف لها حاجة عليها بشكل أو آخر. الأمهات في الوسط المتوسط والأقل لازم يتعلموا الحاجات دي في الكنائس، ولازم يبقى عندنا برامج لتعليم بناتنا في الكنائس ازاي يعني يتفننوا في إضافات، والأم الشاطرة اللي تشرك بنتها معها في نفس الشغلة، فالبنت سعيدة انها أضافت لحاجتها مع ماما حاجة معينة. أمور بسيطة إنما صح ممكن تدي انطباع لطيف. الحاجة التانية، ناس بيقابلوك كتير، إنما الحقيقة نانسي المفاجأة النهاردة قابلني فتاة بتاع 11-12 سنة وأنا داخل للقناة. أول حاجة حبي تصور كويس تحت أمرك حبيبي، أنا بحبك قوي. قلت له أنت تعرفني منين؟ قال إزاي؟ أنا وبيتي، أنا حجر الوقت عشان ألحق البرنامج. قلت له حبيبي أنت بتشوف البرنامج؟ قال لي آه، أنا بقعد جنب ماما وأختي وأشوف البرنامج. بس أنا جيت لك عشان ليا طلب. قلت حكي أكلم عن ماما ولا بابا؟ بس توعدني؟ قلت له ما دام بتحبني وبتشوف البرنامج لازم هعمل لك اللي أنت عايزه. قال لي ممكن تهني الأهلي عشان طلع التالت على مش عارف كاس العالم للأندية. ايوه بالظبط. قلت له اكيد، انا بقول لك حبيبي وبقول للاهلي مبروك، كون الاهلي يفرح الناس فانا افرح ان اهني مفرح الناس وهو النادي الاهلي. بس انا اكتشفت حاجه، انا ههني الاهلي بالكلام وانت النهارده بتهني الاهلي بالفعل. شايف اهي نانسي بتهني، فهمتي بتهني ازاي دلوقتي؟ ادي انا همنا حبيبي تبقى مبسوط طالما هتتابع معانا البرنامج لحد ان شاء الله اما تكبر وتخطب وتتجوز، حتى لو انا ما كنتش عايز ربنا هتتابع على اليوتيوب البرنامج بعد كده. لا فرحتني قوي بالحكايه دي، لانه انا عارفه انه في ولاد كتير بيتفرجوا علينا، بس ارجوكم بلاش تخلوهم يتفرجوا في حلقات المشاكل. اه طبعا، لانه بتبقى صعبه قوي، الكبار مش بيستحملوها، فما بالكم بقى الاطفال. عايزه بس تقول لي نيافتك حاجه كمان في موضوع اللبس ده، بما اني يعني بحب الحكايه دي وعندي اختبار بقى في موضوع السوق دلوقتي. كمان المحلات قبل العيد بيبقى عندها بضاعه موجوده من قبل كده وحاجات مش جديده قوي، بعد العيد على طول يا جماعه بقى بيحصل تخفيضات، السيل بينزل. فاحنا ممكن لو ما لحقناش نجيب كل حاجه قبل العيد ممكن بعد العيد في السيل ننزل ننقي براحتنا والدنيا تبقى رايقه وما تبقاش زحمه. انا شخصيا بعمل كده، فيعني ما تتقلوش على نفسكم، صح كده؟ ربنا يخليك يا سيد. في معانا بقى كذا مشكلة، بس أنا هبتدي بأصعب مشكلة لأنها لمستني قوي. ممكن إحنا اتكلمنا عن فكرة العنف والضرب دي كتير، ونيافتك كنت حازم جدا في الموضوع ده. خليني أقرأ لنيافتك المشكلة.
سلام ونعمة يا سيدنا، أنا بنتك، أنا متجوزة من 2013 ومن ثالث يوم جواز ضرب وإهانة وأقذر الشتائم وحاجات تانية يعني. ثالث يوم؟ آه من ثالث يوم. في أي موقف بيحصل؟ وبعد الجواز وتأخر الحمل كان أهلي بيبرروا موضوع الضرب والإهانة بسبب موضوع الأطفال، فكنت بعاني من ضعف في التبويض، وهو أجرى عملية الدوالي في الخصية وعنده ضعف في الحيوانات المنوية في العدد وتشوهات بنسبة 80%. أجرينا عمليتين حقن مجهري وأنا اللي دفعت فلوس العمليتين، وكنت راضية وشاكرة، بس هو كان دائم الإهانة والضرب وكان يضربني أثناء فترة الحمل، ولما كان أهلي عايزين يعرفوا السبب بتاع الضرب يعني كان بيقول إنه بسبب إني برد عليه. فهل ده مبرر لكمية النكد اللي بتكون فيه؟ أو هل من المعقول إنه يضرب ويشتم ونسمع بس؟ وكل مرة كان يضربني ضرب صعب وأسيب البيت، وكان يطردني من غير أي فلوس على الرغم من إني بشتغل، وكان ياخد مني المرتب كله للبيت ويطردني بدون أي فلوس أو لبس، حتى الدبلة كان ياخدها مني. وأثناء حملي في ابني التاني كنت واخدة أجازة مرضي، لكن المرتب كان ممنوع تسليمه غير بيدي أنا شخصيا، فسألني على المرتب فعرفته السبب، طردني برا البيت بعد الضرب كالعادة، وأخذ مني ابني الكبير لمدة 3 شهور. ومنذ هذه الواقعة وابني بيمر بحالة نفسية صعبة جدا، إحساسه بعدم الأمان والغدر دايما حاضر في ذهنه. بعدها ابني تعب بالكورونا واتحجز في المستشفى 26 يوم ما ادانيش ولا جنيه طول فترة تعبه، وأنا مقيمة معاه رفض إنه يجيب لي أكل، هو بخيل جدا معايا، وفي آخر مشكلة حصلت منذ 3 سنوات ضربني كسر لي فك سناني، فتركت المنزل منذ 3 سنوات وظل 1.5 سنة معرفش عننا حاجة. طلبت من أقاربه وجميع كهنة الكنيسة التدخل وهو رافض تماما ورافض الصرف على الولاد، فنصحني الكهنة إن أنا أرفع قضية نفقة. اترددت في البداية لكني لما وجدت إنه مفيش أي جدوى معاه رفعتها، واتحكم لي ب1300 للولاد و950 ليا. هو رفع طاعة وخسرتها لأنه أعطى القاضي صور المصيف اللي كنت أنا دفع حقه، وإحنا في مجتمع شرقي ما ينفعش أحجز باسمي، وطبعا سقطت النفقة عني وأنا بعيش مع أبي وأمي وأخي وأختي والوضع صعب ومفيش خصوصية ليا ولا للولاد، وأهلي رافضين تماما المجلس الملي ورافضين الطلاق، وأنا تعبت في الرؤية، قمة الإهانة وقلة الأدب معايا ومع الولاد، وأكثر الشتايم، ما بيشتريش لولاده حاجة من 3 سنين حتى شراب. أنا تعبت جدا، نفسي في كلمة منفعة من نيافتكم، وأرجو احتضان مشكلتي وسأفعل ما تنصحني به لأني أثق في روح الله داخلك وحكمته. صلي من أجل ضعفي أنا وولادي. شوفي دنسي، المشكلة زي ما حضرتك قريتيها دلوقتي متشعبة طبعا. أولا العنف، وأنا مشكلتي مع حاجتين: بداية العنف ومستوى العنف. بداية العنف إنه في أول 3-4 أيام كان بيضرب ويهين. ليه؟ إيه اللي خلاه عنيف قوي كده بهذا الشكل مع الأيام الأولى اللي بيبقوا فرحانين ببعض أو الآخر؟ بداية العنف أول 3-4 أيام فجأة كده بقى من ملاك إلى عنيف. طب يا بنتي، أنت ما حسيتيش بعنفه بشكل أو آخر بصورة أو أخرى في فترة الخطوبة؟ عايز بناتي يعني يدخلوا جوه الشخص وما ينشغلوش بالكلام الحلو اللي بيتقال، ويشوف النقط الخلافية وهيتعامل معاها إزاي في فترة الخطوبة. النقطة الأخرى، في مشكلتين متعلقة بالقدرات على الإنجاب. هو عنده مشكلة وهي عندها مشكلة، وأنا بتعجب الحقيقة نانسي، المشكلتين دول سهل انهم يتعرفوا ما قبل الزواج. مشاكل التبويض عند المرأة هيترتب عليها مشاكل في انتظام الدورة الشهرية. فهنا عدم انتظام الدورة الشهرية بيقول لي في مشكلة، يا إما مشكلة لها علاج فأعالجها وتنتهي، أو إنها مشكلة هتستمر يبقى لازم الخطيب يعرفها. فليه بقى عندي مشكلة وما عليكهاش او ما اقولهاش؟ ولو ما قلتهاش بينبصلي على ان انا غشيت، وممكن ده يكون مبرر
للعنف. هو نفس الفكرة، حتة الدوالي بتؤدي إلى بطء في الحركة وإلى ولا وإلى وإلى، مش عايز أخش في تفاصيل. إنما الفحص الظاهري اللي بيتم، أول حاجة الدكتور يعرف إن في دوالي ولا مفيش دوالي. فده برضو موضوع سابق للزواج. طب ليه نستنى لما بعد الزواج ونخش في مشاكل إنجاب ونضطر نعمل العملية الجراحية ما بعد الجواز وما يترتب عليها من مشاكل بين الاثنين، أو نظرة سلبية من الواحدة تجاه الآخر أو العكس؟ أنا يهمني يا أولادي ما تخبوش الحاجات دي قبل، لأنها لما بتكتشف بتؤثر على سلامة الزواج. ولما بتكتشف قبل ونبقى صرحين وقبل العلاج نعالجها من غير ما نخش ونستنى. وده إهمال من الأباء والأمهات. الأم بالذات بنتك بتشتكي من عدم انتظام الدورة، لازم تروح لدكاترة، لازم هتعملوا سونار، لازم هتعرفوا سبب المشكلة، لازم تعالجوها. ده من زاوية الحتة المرضية. من زاوية العنف مفروض كان ده يكتشف. من زاوية البخل وانه ما بيصرفش، الحقيقة ننسي انا ملاحظ فيه متناقضات شوية. مش بقول انه مش بخيل، انما انا قدامي حاجتين تتعارض مع الكلام. لما هي اتعملت العمليات بتاعتها دي عشان تجيب اطفال، مين اللي دفع الفلوس؟ انا. هي اللي دفعته منين؟ اذا كان بتقول هو بياخد فلوسي اول باول وانا بديله المرتب في الاول، حضرتك بتقولي لما في المصيف انت اللي دفعتيه بس حجزت باسمه، منين؟ اذا كنت انت بتقولي ان كل الفلوس بياخدها مني اول باول. انا بقول الكلام ده ليه نانسي؟ انا بحلل المشكلة دايما وطلع أخطاء اللي بيكتب أو بيتكلم عشان نعمل توازن. هي عندها مشكلة، هي واضح كمان عندها ندية في التعامل وفي الحوار عشان بيقول بترد بترد. فهي واضح هي اللي بتقول عن نفسها، فواضح إنها بترد بندية فبتصطدم، فهو عاوز يكسرها. مفيش زوج بيقدر يعيش مع واحدة تظهر ليه إن شخصيتها أقوى. ما فيش زوج يقدر يعيش مع واحدة مسترجلة في الطباع وفي التصرف. المرأة تهزم الرجل إذا استخدمت أسلحتها اللي ربنا مدالها زي الرقة واللطف والكلام الرقيق. فحبيبتي استخدمي أساليبك. ومع ذلك ده هقوله للي لسه ما اتجوزوش، حالة بنتنا دي دلوقتي طبعا هي طلبت نفقة، فهو عشان يلغي النفقة، وده دايما المحامين بيعملوه على طول، حياة يطلبها انها تيجي البيت الطاعة، وحيقدم مبرراته ان هي اللي وحشة مش هو. فهي اتهمته يظهر انه بخيل او ما بيدفعش فلوس، فقال ده انا بقدها مصيف هنا. ومع ذلك الطاعة هنا تسقط عن الام، انما نقدر نستمر نفقة في النفقة اقصد تسقط عن الام، انما زي المحامي الشاطر يكمل ويستكمل الطاعة من اجل الاولاد. هل بنتي دي انها ترجع له امام الضرب والكسر؟ انا حسب ما هي بتقول ما اقدرش ادام البخل الشديد ان هو ما يدهاش فلوس وفي المستشفى 26 يوم وهو الاخره. بقول هي معاها تصرف، ما تقلقنيش كتير حولها تتعامل معاها ازاي فيه، انما ان هي يضربها ويكسر لها فكها انا مش هستنى لما يكسر لها رقبتها. فما اقدرش اقول لواحده انضربت لدرجه الكسر انها ترجع. طيب هي مشكلتها دلوقتي النفقه، ما عادش لها نفقه لانها طلبها في قضيه الطاعه وكسبها. والعجيب انه ما استأنفتش عشان تثبت عكس اللي هو اثبته. هل هي هتقدر تعيش كده وتربي ولادها وتكمل ولا لا؟ دي بترجع لها هي. انا اقول لك ارجعي له، ما اقدرش اقول لك ارجعي له. اي حد يضغط عليك ترجعي يصلحوا طباعه، هل طباعه اللي فيها العنف دي قبل الإصلاح؟ أو اسلوبك أنت اللي بيسبب أنه هو يبقى بهذه الصورة من العنف ممكن يتغير؟ هل عنفه ده نتيجة اسلوبك ولا جزء من طبيعته؟ محتاج يندرس. إنما غلبانة هتضطر هي تصرف على أولادها في حدود إمكانياتها. قدروا يعالجوه ويبدأوا حياة جديدة بشكل جديد، انا هبقى فرحان اذا قابلت هي كمان اطمنت. متضايقه لانه هي ولادها مش عارفين يعيشوا بشكل فيه خصوصيه، لان هي عايشه في بيت فيه اب وام واخ واخت، فالموضوع صعب بالنسبه لها. هي الحقيقه نانسي ده دور الكنيسه،
يعني دايما برضو انا الحقيقه بقى طالب اباء المباركين الكهنه في الكنائس ويقدروا يرجعوا لاصحاب النيافه المطرنة والاسقفه في الابرشيات، لما تبقى بنت صغيره وسايبه جوزها وبتعاني في بيت عائلتها، انا بخشى ان تتعاطف مع اي كلمه لطيفه مع اي حد، وخاصه انها عانت من العنف في الزواج، فدي محتاجه رعايه كنيسه. يعني ما نقولش ما هي اللي سابته، طب ما هي اتكسرت، يتعالجوه وتريحوه مع بعض، ينساعدها ماديا، ينوفر لها سكن وندعمها ماليا مع اخواتها يدعموها بشكل او اخر، انما تتساب كده والدنيا تسود في وشها. يعني انا برضو ارجو من الكنيسه تهتم ببنتنا دي، ويا ريت انت حبيبتي بلغيهم ان انبا بولا يعني انا طرحت عليه الموضوع وقال ارجع للكنيسه، توفير مكان لحاله زي كده مهم جدا. اشكرك يا سيد. طيب احنا معانا تليفون. الو الو، مساء الخير. مساء النور. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك بخير يا حبيبتي. ممكن اكلم سيدنا؟ طبعا اتفضل. انا معاكي، اتفضلي يا حبيبتي. كل سنه وحضرتك طيب يا سيدنا، واحنا عايشين بصلاتك وبركتك. بركتك يخليك لينا على طول. طيب انا سيدنا، انا مش عارفه الصراحه انا احكي ولا ما احكيش، لان انا كان ليا تجارب. بصي حبيبتي، بص طولي بالك. تحكي بس تحكي ايه ده يتوقف على عده امور. الامر الاول، الدنيا كلها بتسمعك. الامر الثاني، في صغيرين بيسمعوك. الامر الثالث، شريك الحياه او قرايبه هيبقى بيسمعوك. راعي اللي انا بقوله ده، قول لي انت عايزه بقى كده. هتخاف مش هتقول حاجه. انا خايفه فعلا من الاول، بس طيب. انا عايزه اقول لقدسك سيدنا اني انا دخلت في مجموعه مشاكل كبيره. علي صوتك. صوتك واطي قوي، علي صوتك. انا عايزه اقول يا سيدنا ان انا دخلت في مجموعه مشاكل كبيره جدا، مش هينفع احكي تفاصيلها على الهواء يعني، بس انا كنت عايزه ارشاد سيدنا، وكنت عايزه اكلمه بشكل شخصي، لان انا للاسف يعني والدي متوفي، واللي حواليا كلهم ما لهمش سلطه يعني. بس يا بنتي، القاعده العامه الكنيسه تمثل الابوه في كهنوتها، وتمثل الامومه الحاضنه بكل الحب لاولادها، فلا الكنيسه تبقى سند ليك اكيد على كل. بصي لو حضرتك مش هتعرفي تكلميني في التفاصيل، سيبي لي التليفون وانا هطلبك النهارده، بس متاخر شويه. تمام. طب متاخر الساعه كام يا سيدنا؟ انت هيبقى عندك مشكله انك تستقبلي تليفون متاخر؟ متاخر يعني. طب تحبي اكلمك امتى؟ في اي وقت من بعد الساعه 2. ما هو ساعتين، انا اقصد متاخر. انا هخلص البرنامج 9:30، يعني بالكتير 10:30 هكون بكلمك. النهارده؟ ينفع؟ تمام، ينفع يا سيدنا، ده انا هاخد بركه. تحت امرك يا حبيبتي، تحت امرك. سيبيلي تليفونك على 10:30 كده او قبلها هكون بكلمك. شكرا ليكي، شكرا يا سيدنا. يعني احنا متقلين على جنب. لا 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 لا، طيب احنا معانا تليفون تاني. انا خوفتها من الكلام في الاول، فهي خافت. لازم احل المشكله يعني. الو الو، ايوه. مساء الخير حضرتك. مساء النور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. مساء الخير يا سيدنا. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا بك يا سيدنا. سيدنا، هو انا عندي مشكلتين مش مشكله. لا، علي صوتك. عندها مشكلتين مش مشكله، علي صوتك بقى. اول مشكله تخصني انا. جوزي وكان ضرب جوزك بيضربك. لدرجة كسرت ايدي ورجلي. ايه؟ كسر لك ايدك ورجلك؟ وما بيرضاش يوديني عند بيت اهلي خالص. سهل. عشان يكسر عظم ده بيضرب بايه؟ بيضرب بخشب، بيضرب بأي حاجة في البيت. طب وانت لما بأي حاجة لما في حصل لك كده، ايوه، انت لما بيضربك وكسر لك ايدك ورجلك، ايه اللي حصل؟ انا متجوزة بعيد عن اهلي خالص، يعني انا في اهلي بعيد عني. وبعدين حبسني في البيت. ايوه، ايه؟ انا مش سامعه سيدنا. لا، ما هو سيدنا مش بيتكلم. انت قولي القصه بتاعتك وسيدنا هيرد عليكي. يعني قولي اللي انت عايزه تقوليه مره واحده. انا الاول اسالك سؤال يا حبيبتي. اتفضل. انت اتجوزتي امتى؟
أنا ليا 3 سنين. ثلاثة. عندك ولاد؟ عندي طفل وهو عنده 3 أطفال من مراته المتوفاة. يعني أنت كنت متجوزة واحد سبق له الزواج وعنده أولاد. عنده 3. طب أنت اتجوزت عندك كم سنة؟ أنا اتجوزت وأنا عندي 27. 7 وكم؟ 27. 27. وليه تتجوزي واحد عنده ولاد؟ هو أول ما جه كان كويس، طريقته كويسة معايا، أنا حسيت إن هو بيفهمني. عرفتيه فين؟ هو أنا اللي خوفني أكتر إن هو الفرق بينه وبينه 14 سنة. ايه الفرق بينها وبينه 14 سنه؟ عشان عنده عيال هيبقى عنده كشغله كده. سالتها بس سيدنا بيقول لك انت عرفتيه فين؟ عرفته عن طريق ناس قرايبنا. اهلك كانوا موافقين على الجوازه دي ولا كانوا ضدها؟ لا موافقين، وهو كويس وكان مع اهلي كويس جدا وبيروح. هل هو امكانياته الماديه عاليه عشان كده وافقته؟ لا هو كويس يعني مستور كويس وبيعيشني كويس ومش مخلي بيته محتاج حاجه. ماشي يا حبيبتي كملي اتفضلي. كنا بقى المشكله بدات ازاي يعني؟ ولاده كبار حبه. انا في الحمل كنت تعبانه جدا، كان ولاده كويسين على فكره جدا معايا. وانا كويسه معاهم، هم بيحبوني جدا. طب المشكله بقى معتبرين بدرجه ان هم بينادوني ان هو ماما، كان ماما اللي توفت. بس هو بيغير ان عياله بتحبني اكتر منه، انما عياله حبتني اكتر منه. وبعدين بيضربني على طول باستمرار، مره كسر لي ايدي ومره الثانيه كسر لي رجلي، مره الثانيه جاب لي كان هيجيب لي ارتجاج في المخ، عملت اشاعات كتير. هو بيكسرني مثلا يقول لي انا هعالجك، انا يعني بعد ما يخلص ضرب يعتذر لي. يعني انت بتقولي انه اللي بيحصل لك ده بسبب انه الولاد بيحبوكي اكتر، يعني هو بس الغيره ان الولاد الغيره ان الولاد بيتقنوا سرهم ويجي يحكوا لي انا كل حاجه، ما بيحكولوش، هو بيخافوا منه. هو حاسس ان الولاد مش بيحبوه. يا بنتي اي اب هيحس ان مراته بتحب ولاده ده هيبقى سعيد جدا بهذا الكلام. سيدنا انا صدقني انا بقول كده، هو غير كده اهله وحشين جدا معايا. أهله وحشين، خصوصا امه واخواته ومراته. انت عايشه معاه حاليا؟ ما مش بيرضى يسيبني، كل ما بحاول ان انا اروح بيت اهلي هو بيبقى كويس الفتره اللي انا بروح فيها قبل ما اروح عند بيت اهلي. وبيبقى كويس وبيحاول يرضيني باي طريقه عشان ما اروحش عند بيت اهلي ويقولوا لي ايه بتعملي مشكله من ما فيش هترجعي. هو بقى عشان انا بعيده بقى عني وما بيشوفوش هو اللي بيعمل فيا ايه. طب سؤال، انا لو سالته انت بتضربها ليه هو هيقول ايه؟ بيقول لي دايما انت السبب ان انت خليتي ولادي يحبوكي اكتر مني، وان انت بترد عليا يعني انا برد عليه بفهمه. ايه بس هي دي بطريقه كويسه، مش بزعق مش بصرخ، انا برد عليه بفهمه، بقول له هو كذا بفهمه الموضوع، ان انا بقعد معاه واتكلم. وانت لسه قاعده معاه موجوده عنده؟ يعني موجوده لان انا حامل ومعايا طفل ما اقدرش اسيبه. بصي يا حبيبتي انا اعتقد ان في مشكله في طريقتك في الكلام معاه، وهو سريع الانفعال فبتبقى ردود افعاله عنيفه جدا. هل هتقدري تغيري اسلوبك انت عشان نتجنب ردود افعاله العنيفه ولا لا؟ يعني واحد بطبيعته ردود افعاله عنيفه، فانا مش قادر اسيبه. انت بتقولي مش هقدر اسيبه عشان عندي منه عيل وعايشه بعيد عن اهلك. اكملك يا بنتي. وعايشه بعيد عن اهلك، مالكيش سند جنبك. فهل انت هتقدري تتغيري في طريقتك في التعامل معاه وتعملي اللي يريحه وترد بالطريقه اللي تريحه عشان نقلل ردود افعاله العنيفه ولا لا؟ الموضوع هيتوقف عليكي. هتقدري ولا ما تقدريش؟ هتقدري هنقلل شويه من عنفه. تمام، انا مع حضرتك، انا عملت كده. تمام، انا بطلت يعني ايه بطلت اتكلم معاه غير لما يهدى خالص.
بطلت أيوة. الفتره دي خالص عن غير اللي انت بتقول عليه يا سيدنا. دلوقتي الوضع اختلف مع الاطفال. يعني البنتين بيكلموه بطريقه مش كويسه. هم ليه؟ علشان هم شايفين انه بيعاملك وحش. عشان بيضربني مثلا، هي بتروح تقول له يروح يضربني بسببها، يقول لها دي زعقت لي دي كذا. انا ما بضربش الاولاد اصلا لان ده طريقه غلط، وانا عارفه ان هي طريقه غلط. فما بضربش الاطفال. فهم هي بتروح تكذب بقى. يعني البنات دلوقتي بقوا مش في صفك، بقوا ضدك. ما فيش غير بس الولد هو اللي في صفي. بس حبيبتي انا رايي ان اسلوبك في الكلام مش مريح. ده الخلاصه، اسلوبك في الكلام مش مريح. في البدايه هو تعب من كلامك، دلوقتي البنات بدا يتعبوا من كلامك. راجع نفسك. لا يا سيدنا، هم بيخافوا منه لان هو بيقول لهم انتوا كذا، انتوا ما بتسمعوش كلامي، انا هحرمكم من كذا، انا هحرمكم من كذا. هو انا عندي لبسه، انا في حاجه مش فاهمها. يعني هم كانوا في صفها الاول وقلبوا، وبعدين قلبوا بسبب كلامها، يعني بسبب طريقتها. طريقتها اكيد اكيد طريقتها فيها حاجه غلط. هي نفس طريقه كلامها، بتقول كلامها معاه. في كلامها في حاجه غلط، وهو شخصيته اكبر منها جدا، بيتعامل معاها على انها عيله بالنسبه له. هو اكبر منها 14 سنه، ودي مشكله الفرق الكبير في السن. ده حقيقي. هو اكبر منها، هو اللي بيفهم، هو اللي بيعرف، وهي حاسه انها زوجه بتتكلم على يعني باحساس بالمساواه، انا مش اقل. زائد ان ممكن تكون شخصيتها قويه جدا شويه، فبترد بقوه يعني. ومع الشخصيات دي مش هيمشي الكلام ده. هل هي عندها استعداد؟ ماليش غيرك ولا تحت امرك واللي انت عايزه وتهدى وما تناقش، ولا ما عندهاش استعداد؟ ما قدامهاش غير انها تعمل كده، وما قدامهاش غير انها تكسبه ولو على حساب علاقتها باي حد بما فيها اولاده. يعني هو ما يحسش ان هي بتشتغل على اولاده ضده، او بتأيد ولاده وهو ضدهم. ما ينفعش. هو سياسته ايه؟ لازم تمشي. هو زوجها، فلازم اسلوب تعاملها بما يتناسب مع طبيعته واحتياجاته ورغبته باختصار شديد. ودي من مشاكل الزواج التاني. يعني اكيد هنتكلم في الموضوع ده قريب. مبسوط ان واحده تتجوز عنده 3 عيال. انا مش مبسوط ان واحده تتجوز واحد عنده فرق السن 14 سنه. كل مقومات النجاح بتاع الزواج غير موجوده من الاصل. يمكن جالنا اسئله كتير يا سيدنا حوالين فكره الزواج التاني، هنناقشها مع نيافتك قريب. من السلبيات والايجابيات، وايه الحالات اللي ينفع معاها، وايه الحالات اللي يفضل انه ما يتمش. طيب في بقى رساله تانيه جايه من الصعيد، مش هقول تحديدا منين. مساء الخير، انا عندي مشكله، مراتي خدت الولاد، هو بيقول كده، وطفشت من سنه، ما اعرفش حاجه عنهم ولا اي حد غير ابونا، بس هو اللي عارف، ونفسي اسمع صوتهم او اشوفهم. كل اللي يعرف مراتي يقول مراتك كانت شيطانه على الارض، وانت كتر خيرك عايش معاها، بس ما كنتش اعرف قبل الجواز انها كده. انا مظلوم ونفسي حد يسمعني، انا تعبت ومشتاق اشوف ولادي، وقبل كده شقتي اتسرقت من حماتي، وسامحت عشان خاطر الولاد. يا ريت الكنيسه تتدخل بسرعه، يا ريت سيدنا انبا بولا يرد على رسالتي، واشكركم على البرنامج الناجح، وشكرا استاذه نادر. بس يا نانسي، انا بطبيعتي دايما لما بسمع شاكي بتخيل المشكو في حقه هيقول ايه، او لما بيشتكي في شيء احلل شكواه واشوف مدى دقتها بدرجه ايه. نمره 1، اولا هو بيقول مراتك دي الشيطان، يقول له ماشي، يبقى مين اللي بيقول لك؟ مين بيلعب في ودنك ضد مراتك؟ مين بيأثر عليك بالسلب في علاقتك بمراتك؟ صح. نمره 1، يبقى انت ودني وبتسمع لحد، دي اختك ولا مامتك ولا مين اللي بيقول لك كده؟ طيب نمره 2، واحده طفشت بالعيال، هل في واحده سعيده ومبسوطه هتطفش؟ لا طبعا. ايه اللي وصلها انها تطفش؟ الناشطان ولا اللي عايش معاها؟ ما اقدرش اوصفه، انما في مشكله. نمره 3، ايه اللي يخلي ابونا يتعاطف معاها ويعرف مكانها وما يقولكش؟ ابونا ليه خايف عليها وعلى عيالها منك؟ يعني احنا ككهنه
عمرنا ما نعمل كده وبتحط نفسي مكان ابونا الا اذا حسيت بخطوره على الزوجه وعلى الاولاد. فمش هقول له. ما اقدرش اقول له. لما تقولي ما تقولوش لا ما تقدرش تمنعني ان اقول. انما انا بوعز مني مش هقول لان حاسس بخطوره. فانا رايي ان هو يبقى صريح مع نفسه ومكتشف ضعفات نفسه ويبدا بمعالجه نفسه ويروح لابونا يقر بضعفاته ويقر ان هو هيصلح ويغير اسلوب تعامله علشان ابونا ينفتح ويبدا يعمل نوع من الربط والتواصل بين الاثنين عشان يصالحهم على بعض. ومع ذلك انا الحقيقه مش مع ان يحرم اب من اطفاله. يعني هي طفشانه بالعيال ماشي، في رعب، في ضرب، في اهانه، في ايا كان. انما في نفس الوقت حته ان حد يحرم اب او ام من عياله ده امر غير مقبول تماما. طيب اذا ما كانش ابونا في فرصه، انا بخاطب ابونا اللي هو بيدعي ان ابونا عارف يعني وبتخيل ان ده موجود، انت قدسك ابونا خايف عليهم انما تقدر تخلي فيه مكالمات تليفونيه بين الاولاد والاب. هنا المكالمات التليفونيه بين الاولاد والاب هتؤدي الى امرين: هدوء نسبي من الاب، هدوء وقتي الى حين الاصلاح، تاخد مرحله. في نفس الوقت الامر هيتوقف على الاب، هو هيقول ايه لاولاده واولاده هيوصلوا ايه لوالدتهم. فلما هيتكلم كلام طيب مع الولاد هينبسطوا، صح، ولما يتكلموا عن ابوهم هيتكلموا كلام كويس، ولما يكلموا كلام ايجابي عن امهم هيوصلوا. يبقى هنا اولادك همزه وصل ايجابيه لو احسنت الكلام مع اولادك. في نفس الوقت دايما انا بقول لننسى الحقيقه وقلتها كتير وهكررها: مراتك طفشت، انا مش ممكن اقتنع ان ليس مبرر للطفشان ده، لازم لها اسباب، سواء ان الاسباب دي تتناسب مع اللي حصل ولا اللي حصل اكبر من الاسباب، بغض النظر يعني لما في اسباب. طب يا حبيبي انت عايز ترجعها وعايز ترجع ولادك، ايه اللي عملته؟ بتطالب بحقوقك انك تشوف، طب ايه واجباتك؟ قول لي من يوم ما طفشت ما دام ابونا عارف مكانها، بعت فلوس لعيالك؟ صح. العيد داخل، بعت عديات وهدوم لعيالك؟ بادر بالتزاماتك، بقول دي التزاماتك واجباتك تجاه عيالك. صح. النهارده عيالك اللي انت حاربهم من اي حاجه دول امهم هتقول لهم ابوكوا حلو؟ لو قالت وفين الحلو ده؟ فحبيبي الدور عليك ان انت تصلح من نفسك، الدور عليك انك تهتم بعيالك، الدور عليك تبادر مبادرات طيبه مع زوجتك، تبعت لها حاجه، تبعت لها مبلغ شهري. انا واثق لو انت عملت كده مع الوقت الامور تتصلح. صحيح. في مشكلة تانية بتقول: أنا متجوزة من 3 سنين بس ما شفتش يوم حلو. أولاً زوجي قعد معايا 20 يوم بس وسافر، راح الكويت، قعد في الكويت سنة، وبعد ما رجع من السفر شفت مكالمات مش كويسة وصور على التليفون. أول مرة قلت له قال لي ده مش أنا، وسكت في وقتها لأني كنت حامل. بس الحمل ده طلع حمل عنقودي، وهو كان مسافر، كلمته عشان يبعت لي فلوس، يقول لي مش معايا فلوس، وانا عارفه انه معاه كتير لان دخله حلو جدا. رجع سافر، ولما رجع نفس القصه، لقيت مكالمات مش كويسه، بس المره دي قلت له، راح ضربني، هي بتقول كده، وفطسني بالمخده. رحت بيت اهلي، اخوه الكبير كان قاعد وكان كل حاجه قدامه، ومع ذلك اخوه قال الموضوع ده مش هيتكرر تاني وارجع بيتك. رجعت والمرة دي حصل حمل كويس، رجع سافر الكويت ورجع على ميعاد الولادة برضو نفس الموضوع، بس كنت تعبانة، قعد 40 يوم هنا بس، هو في مكان وأنا في مكان، وكل ما مين صاحب القرار المكان والمكان، هي ولا هو؟ ما هي مش قايلة. وكل ما امسك التليفون ألاقيه بيكلم بنات. قمت صورت كل حاجة ورحت لأبونا كاهن الكنيسة تبعه، قلت له على كل حاجة وشاف كل حاجة، وبعدين رحت خدت ابني وخدت 10,000 جنيه عشان ابني بيرضع صناعي، ورحت عند أهلي من غير ما حد يشوفني، ودلوقتي بيقول هي خدت 40,000 جنيه والذهب، والكلام ده ما حصلش. ولما الأباء اتدخلوا، أب اعترافي وأبونا تبع كنيسته، كان دايماً
بيغير في موضوع الصور والمكالمات اللي على تليفونه. راح أبونا قال الولد ده عنده إدمان جنسي ولازم يتعالج، ولازم يكون في مصاريف لابني كل شهر، وكمان أنا ما خدتش هدوم ليا ولا لابني. أبونا اتكلم معاه قال له أشوف مع أبويا هنعمل إيه، وبعدين محدش رد عليا. دلوقتي هو سافر من غير ما يبعت فلوس ولا عارفة أجيب أي حاجة عاوزاها. أنا كده موقفي إيه وهو بيخني صوت وصورة، أعمل إيه؟ أولاً نانسي، مبدأ إن أنا أتجوز واحد يقعد معايا كام يوم ويسافر ويسافر ده مبدأ له مشاكله الكثيرة جداً. ده حقيقي. أنت قبلتي على نفسك ده ليه؟ وخاصة هي كما تدعي إن دخله كبير. دخله كبير في بلاد الخليج، يعني معناه كان يقدر يجيب زوجته. صح. فكونه قاعد هناك ويقدر يجيب زوجته وما يجيبهاش ليه؟ هو بيستكمل الشكل إنه بيتجوز عشان يبقى عنده عيال، ومش هيجيبها هناك لأنه واخد راحته. ودايما بقول لأولادي الموجود في الخليج صعب للغاية، لأنه في مصر هنا بتصدر رجالة. أنا عايز برضو لأن يفهموا كويس قوي ده اللي أنا بقوله. مصر بتصدر رجالة للعمل في الخليج بغض النظر عن المستوى التعليمي ولا نوع التعليم. صح. فتلاقي هناك المهندسين بكثرة، الصيادلة بكثرة، والعمال بكثرة. في دول تانية بتصدر البنات. دول شرق آسيا عندها مشكلة مزدوجة، بعض دول شرق آسيا. الجزء الأول إن نسبة المرأة أكتر من الرجالة. والمشكلة التانية نسبة العجز الجنسي عند الرجالة عالية جدا في شرق آسيا. ربما أولادنا ما يعرفوش القصة دي. فالدول عالجت دي بسبل كتيرة وطرق كتيرة، من ضمنها تصدير تعليم البنات وتصديرهم بمهن تؤهلهم للعمل، سواء انها تشتغل في تمريض، انها تشتغل في سكرتارية، او تشتغل عاملة في البيوت. فهتلاقي الثلاث عناصر دول من دول شرق اسيا، بنات بلا زوج او سيدات بلا زوج، زي ما الراجل المصري بيروح يحوش ويجي هنا، هي بتحوش تودي بلادها. صح. بس هي عايشة لوحدها. وولادنا عايشين لوحده. ماذا نتوقع؟ أنا بحط القضية بتفاصيلها اللي غيري مش هيتكلم بالتفاصيل دي، أنا بحللها وفقا لرؤيتي في العمل والخدمة في مجال الخليج. طيب يا بنتي، أنت من البداية هتتجوزي واحد وهيعيش في الكويت أو هيعيش في الإمارات، أيا كان بقى الدولة، وأنت هنا متوقعة منه إيه؟ طيب هي بقى عندها أدلة، والأدلة أنا مصدقها فيها، لأن حسب كلامها إن أبونا اقتنع بالكلام اللي هي بتقوله. ووصف المشكلة. ووصف المشكلة. أنت فاكرة حضرتك إن الأخ العزيز ده، الزوج الفاضل ده، هيبطل وإنت قاعدة في مصر هو قاعد هناك؟ لا طبعا. لا قامته الروحية تناسب، ولا احتياجه ومفيش زوجة هيناسب، فمعناه انه هو هناك حيتنه عايش في اللي عايش فيه. فأنا أنصح الحياة هتستقر، ويبقى الكلام ده حتى مرحلين يبقى على قد صور وتليفونات، إنما مفيش فعل خطأ، وده غلط طبعا في حد ذاته. لو رجع هنا مع زوجة حكيمة ولطيفة وودودة ومهتمة بيه، الموضوع ينتهي، لأن العلاقات هتتقطع باللي بره. إنما طول ما هو بره وانت هنا هيجي لك، وانت واضح إنها شاطرة جدا، واعية جدا، وبسيط جدا رغم كده. لأنها عرفت تطلع الحاجات بسيط، بيعرف بيقع ويسيب لها تليفونه وبتفتش في تليفونه، وهي واعية جدا وبتعرف تدخل على تليفونه وتطلع وبتعرف تصور وبتحتفظ، يعني منتهى الوعيان. يعني خليك واعي وحببيه في الرجوع، وقلل احتياجاتك عشان يقدر يعيش باللي وفره، ووفري له عشان يقدر يعيش هنا ويشتغل بأي مشروع. إنما لو استمر وعندك الأدلة وما تبش، القرار قرارك،
عايزة تسيبيه وتنفصلي مع وجود الأدلة تقدري تعيشي وتقبلي كده يصرف عليك وعلى ابنك وبقى خلاص هو في حتة وانت في حتة، ده موضوع تاني مش أي حد يقدر يقبله. صح. ومفيش حد يقدر يقولهولك. صح. انت يا حبيبتي عايزة ايه؟ زي ما قالولك كده القرار قرارك، واللي معاكي يديكي إمكانية الانفصال. بس أنا بحلل بالتحليل ده عشان بنات الصغيرين يحذروا من الجواز واحد هيشتغل هناك وهي عايشة هنا. اللي بيتابع البرنامج هيلاقي تقريبا في كل حلقة مشاكل مش أقل من مشكلة بتتكلم على فكرة الزوج اللي بيسافر سواء في الخليج وهي دي النسبة الأكبر أو في دول أخرى، لكن فكرة السفر نفسها مدمرة لو هي مش معاه. تعرف يا نانسي العامل البسيط ما قدرش ياخدها، ما قدرش يعيش. اه لانه بيعيشوا في شقه فيها ناس كتير، 10 15 واحد. اه انما اللي بتقوله بيكسب وعنده دخل كويس لا يقدر يجيب، الدوله تسمح له يجيب مراته طالما الدخل مناسب. وبعدين خلاص ما انت واضح انه بقاله سنين كتير، ارجع افتح مشروع هنا وخليك جنب مراتك وابنك. طيب احنا معانا تليفون. اذا كان عايز صحيح. الو الو. ايوه مساء الخير، ممكن اكلم سيدنا؟ اه طبعا اتفضلي. نقبل الايادي يا سيدنا. اهلا وسهلا تحت امرك يا ماما. بص يا سيدنا، انا متجوزه بقالي 14 سنه. طول ال 14 سنه دي كان تعب، بس يعني مش اللي هو تعب صحي ليا، بسبب ازمه نفسيه كان هو السبب فيها. ازمه نفسيه بيجي. نعم هو السبب فيها، يعني تمام. هو سبب لك ازمه نفسيه؟ اثرت معايا ان انا عملت عمليتين توسيع مريء. المريء ما كانش بقبل الميه خالص. دخلت بقى في حاجات تانية. عملت عمليه توسيع مريء بسبب الازمه النفسيه اللي هي كانت بتمر بيها، هي بتقول كده. لا استني بس حبيبتي، يعني ما نقولش بقى ازمه نفسيه وعملت توسيع مريء. مشكله المريء ده حصل ريفلكس او اللي هو الارتجاع، لان الصمام اللي موصل بين المريء والمعده تالف، فالاحماض بتطلع مع المريء بتؤدي الى تليف في المريء فضيق للمريء الى ان انت تعمل عمليه توسيع مريء. موضوع ملوش علاقه بالبعد نفسي خالص، ده موضوع عضوي بحت. عندك زياده حموضه وعندك تلف في الصمام بتؤدي الى الارتجاع. مش انا مع قدسك، بس هو المشكله ان هو كان اكتشفت من اول سنه ان هو ما بيخلفش. تمام. كان رافض العلاج ان هو يروح يتعالج. لما كنت بكلمه في موضوع العلاج ده كان بيرفض وبتشنك عليا. طب بس اسمعيني حبيبتي، خليني مش خطوه. هو ما بيخلفش، خليكي بس معايا. تمام. هو ما بيخلفش. تمام. وما بيخلفش وبياخد علاج، يعني معروف. كان رافض ياخد علاج. اكملك بس اكملك. حاضر حاضر. تمام. يعني اقترح من الاطباء علاج. اه يعني حالة قابلة للعلاج. تمام. اوكي. طيب واحد هو رافض بقى. اكملك يا بنتي، شو تكملي عشان بس تكملي القصة صح. واحد حالته قابلة للعلاج ومش عايز يتعالج. ومش عاوز ليه يتعالج؟ رافض الموضوع لأنه محرج. محرج؟ بالنسبة له الموضوع محرج. بالنسبة له الموضوع محرج. هو أنت بتشهري بيه في كل حتة أنه هاخد علاج؟ لا طبعا خالص. أنا يعني بينك وبينه وبين الطبيب محرج في ايه؟ هو بالنسبه له هي عليه قديمه. هو عايز اقول لقطتك برضه ان هو اكبر مني ب 20 سنه. دي كانت غلطه مني، انا بعترف. تستاهلي. دي حقيقة. تستاهلي اي حاجه. انت بتكلميني ليه طيب؟ عشان انا بص، انا دلوقتي عند بيت اهلي بقالي 3 سنين. عندك ايه؟ عندها في بيت اهلها، قاعده في بيت اهلها بقالها 3 سنين. انا والدي ووالدتي متوفيين، قاعده مع اخوين. وهو المفروض ان انا كنت رافعه عليه قضيه نفقه. دفع مرة وبعدين ما دفعش، وأنا حاليا بقيت مريضة سكر ومريضة مريء وعندي قرحة في المعدة وما عنديش دخل. مش بقول لك قصتك إن أنا عايزة مساعدة، بس أنا عايزة قصتك تقول لي أنا أعمل إيه؟ هل المفروض إن أنا أرفع أعمل بطلان الزواج ولا إيه؟ وبعدين أصلا كانت العلاقة بينا منتهية من 2014. إيه اللي منتهى من 2014؟ ليه؟ العلاقة، أوكي. وانا سبت. طب استنى حبيبتي، تقولي بالك عليا بس، تقولي بالك عليا. تمام. العلاقه انت اتجوزتي سنه كام؟ 2007. والعلاقه منتهيه من 2014. تمام. منتهيه بسببه ولا انت اللي رافضه؟
لا بسببه، لان احنا كنا هكمل كلامي هكمل كلامي طولي بالك. منتهية بسبب لعدم رغبته ولا لعدم قدرته؟ بص قصتك، هو كان في الاول متضايق ان هو انا ما مش عايز تفاصيل، يعني الابتعاد ده بسبب عدم قدرة ولا عدم رغبة؟ غالبا الاثنين يا سيدي. يبقى اذا الموضوع مش عدم انجاب فقط، ده عنده مشاكل اكبر من مجرد ان عدم انجاب. بالظبط يعني. ماشي اوكي اوكي خلاص كملي حبيبتي اتفضلي. بس فهو من خدنا شقه جديده، مكان كنا قاعدين في قانون جديد وربنا كرمنا وخدنا شقه عقد مفتوح. من ساعتها وهو عزل نفسه في اوضه لوحده وانا في اوضه لوحدي. هو اللي عزل نفسه؟ تمام. هو كان حتى دايما واحنا بننظف في الشقه كان دايما يقول لي النقط وانا واقفه، وكان بيحرجني جدا، وضف لي الاوضه دي كويس عشان دي هتبقى بتاعتي. واحنا فعلا منفصلين، بس انا كنت عايشه معاه لحد 2018. جه قعد من الشغل، قعدت 4 سنين اصرف عليه على امل ان هو ينزل يشتغل. مفيش. كل شويه انا تعبان، انا عندي بتجيلي دوخه، اصل انا عندي كهرباء، اصل انا عندي ترعه كبرى، اصل انا مش عارفه. لا طب بس سوالي بالك يا بنتي، عنده كهرباء زياده بيجيله صرع قدامك بتشوفيه عنده صرع؟ لا خالص. ايه؟ لا يعني هو هو بيتلكك، مجرد دوخه. كان بيديله دوخه من وقت للتاني، كل ما كنت اجيب له سيرة الشغل تاني كان يعمل. هو عنده كام سنه؟ عنده كام سنه دلوقتي حبيبتي؟ هو مواليد 64 يا سيدي. 64 64 يعني خلاص دخل 60 سنه. بص يا حبيبتي عايز اقول لك على حاجه. الشخص ده اتاخر في الجواز لانه عارف ان عنده مشاكل، والمشاكل ليست فقط متعلقة بعدم الإنجاب، فعلاج عدم الإنجاب لا يخجله في شيء، ولكن أنه يحرج أو يخجل لأنه عنده مشكلة في العلاقة نفسها. وصل لمرحلة ضعف، استمر إلى وصل إلى أنه شايف نفسه بقى غير قادر، فمش هيقرب منها ويبان قدامها أنه ضعيف وغير قادر، فبدأ يفصل نفسه ويقعد في بيت في أوضة لوحده. هي لازم تتعامل معاه على انه هو غير قادر. طيب هي بنتي دلوقتي بتقول لي بطلان. لا ما ينفعش بطلان. بطلان ليه ما ينفعش؟ لانه انت بتتكلمي في ايه؟ انتوا متجوزين من امتى؟ البطلان ده بيبقى طلب بطلان من بدايه الزواج وليس بعد مرور هذا العمر من الزواج او السنوات من الزواج. طيب هي تقدر تعيش كده معاه وتنسى ان وجود علاقه زوجيه بينهم ويبقى في محبه بينهم الاثنين مع بعض وعايشين في سلام؟ خير وبركه. مش هتقدر تعيش بهذا البعد. وانا الحقيقه كمان هي عكس اللي يعني تتوقعه مني، انه عزل نفسه في اوضه لوحده انا احترمته فيها. ليه يا نانسي احترمته فيها؟ بعض الشخصيات رغم عدم القدره بيبقى عنده الرغبه، والرغبة تخليه يحاول مع زوجته بكل الطرق اللي تتناسب مع إمكانياته بغض النظر هي نتيجها النفسية عليها إيه، فبتتعب. إنما هو حس إنه خلاص فركن على جنب وعاش لوحده، فهل هي تقدر تعيش معاه وعايش في أوضة وهي في أوضة؟ هي كانت عايشة معاه لكن هي اللي كانت بتصرف، وده كان حاجة ضغط عليها يعني. هي بسبب التوترات اللي بينهم. هي بقى تقدر تصرف لوحدها وتعيش لوحدها كده خلاص، والراجل ما بيجريش وراها ولا عايزها تكمل على كده. انما تخش في محكمه. هي نانسي دلوقتي عندها حوالي 40 سنه، هي يعني اكبر منها ب 20 سنه. هل حتى تخش في بطلان 3-4 سنين ولا سنتين؟ مش هتكسب قضيه ببطلان، يبقى هتدور على منافذ اخرى، مثلا زي في القانون الجديد فيها منافذ وفي القانون القديم في منافذ. بس هل هي هتتجوز تاني؟ هي اللي عندها الإجابة بقى. هل أنت بتفكري في الجواز تاني؟ هي بتفكر إنها تتجوز تاني. الموضوع بس مش حكاية إن أنا أتجوز تاني، لأن هو كفيل إن هو عقدني من دجالة الدنيا كلها، ومش هقدر أخد تجربة زي كده. أنا بس لكل اللي عايزاه، عايزة نصيحة من أوضتك. أنا دلوقتي مش حابة أرجع، لأن أنا المرض النفسي اللي عندي دوت أنا بجد تعبت نفسيا، أنا بيطلع على جسمي بأمراض تانية. فأنا بس عايزة أعرف يعني. وبعدين هو كمان يعني سيدنا بتقول إن مالوش عرف. طب ما هو عمل حاجة زي كده بره. أنا كنت في مرة في شغلي وجيت لقيت حد في البيت واحدة.
فده معناه ان هو الرغبه مش من ناحيتي انا. طب انت يعني انت بتقولي انه انا بتصل عشان عايزه ايه؟ انت عايزه تعرفي ايه؟ انا بس عايزه اعرف انا ليه افضل عمري كله كده مربوط على اسم راجل ما منوش اي نفعه في اي حاجه، لا في شغله ولا في حياه ولا عندي. حبيبتي هو بيشتغل ايه يا بنتي؟ ما انا قلت قصتك من 2008 من 2018 كان شغال في شركه امن صفيت له، بقيت انا اصرف لحد 2021 جات الشركه صفيت لي بسبب كورونا، فانا حاليا برضو قاعده. طب يا بنتي طولي بالك، بس طولي بالك عليا، طولي بالك عليا. هو دلوقتي لوحده وانت ما بتصرفيش عليه، بيصرف منين؟ ما هو انا مش عارفه صدقني يا سيدي، بدليل وعارفه ان معاه فلوس. هو معاه فلوس؟ انا عارفه ومتاكده ان هو معاه فلوس. طب انت كنت سايبني بنت لاتمرمط ليه واشتغل عشان اجيب لك سجايرك واجيب لك اكلك واجيب لك خضرك وحياتك؟ محدش هيقول لك اشتغلي علشانه، عايزه تعيشي لوحدك وتصرفي على نفسك. لو انت متاكده ان هو جاب واحده وغلط امام ضميري وضميرك، من حقك تطلقي، بس ما عندكيش دليل. فهتخش. انا ما عنديش اثبات فعلا يا سيدنا. حاضر حاضر، مكالمات تليفونيه لسه هكمل كلامي يا بنتي. فهتخش في دوامه قضايا ومحامين، وامكانياتك مش هتسمح انك تصرف على محامين والقضيه تفشل في الاخر. طب هل في القانون الجديد اللي ممكن ينفعها؟ في قانون جديد ماده خاصه بالتفريق المدني للي منفصلين عدة سنوات، أنا ما بقولش رقم السنين دلوقتي، بإثبات إن هم منفصلين، ودي ملاش علاقة بالتصريح من عدمه، التصريح ده ليه قصة تانية. فهي إذا كانت مجرد عايزة تسيبه ففي القانون الجديد المادة دي تفت. يتاح التفريق المدني حاليا جوه القانون القديم، ما قدمهاش غير خلع بتغيير المقلة أو الطايفة وتلحق، وهل هتلحق مع القانون قبل القانون الجديد ما يطلع ولا لا؟ فهي لو عايزه تستنى القانون الجديد ماده التفريق المدني دي تديها الحق انها تتفرق او تبقاش زوجته، بغض النظر بقى الكنيسه تديها تصريح. ده يسقط عنها كل الحقوق. طبعا. يعني ما تقدرش حتى ترفع نفقه. النفقه طول ما هي زوجته. طالما اتطلقت او انفصلت ملهاش نفقه خلاص. تمام كده، قدرنا نجاوب على حضرتك؟ طيب احنا بس حاجه اخيره، انا اسفه ان انا طولت عليك. اتفضلي. بس انا عايزه اعرف يعني لو في اي حاجه تفيدني ان انا اقدر انفصل عنه، يا ريت قصتك. ما هو سيدنا قال لك اهو دلوقتي. انا بكلمك يا بنتي، في فرق بين انفصال كنسي ومدني، سيبنا موضوع الكنسي دلوقتي، انا بكلمك على المدني. القانون الحالي ما قدامكيش غير تغيير مله، لانك ما تقدريش تقولي بطلان زواج لانه غير قادر ولا غير راغب في العلاقه، لانه هنا كان لازم مع بدايه الجواز تطلب البطلان ده، دلوقتي ما عادش ينفع. فما قدامكيش في القانون الحالي غير بتغيير ملة عشان تعملي خلع. هتستني بضعة شهور للقانون الجديد، في مادة مرتبطة بما يسمى التفريق المدني فقط، يعني تقدر تفصلي مدنية ويبقى له السلطان عليكي أكنك مطلعه، بس مش كلمة تطليق. هنا الكنيسة تصرح ولا يعني دي مرتبطة بحاجة تانية. تمام كده؟ طب وده بتوافق عليه كنيسه يعني معتمد من الكنيسه بتوافق عليه؟ هو انت عايزه ايه من الكنيسه اللي حاطه القانون؟ ايوه بالظبط. مش قصدي ان معلش حقك عليا، بس انا يعني معلش ممكن استحملني شويه. يعني ده معترف بيه، الكنيسه معترفه بيه. انا حبيبتي الكنيسه هي اللي حاطه القانون، انا اللي مشارك في وضع هذا القانون، وبقول لك يا بنتي الموضوع في كذا. تمام يا سيدنا، شكرا ليك. شكرا ليك. بستأذن نيافتك يا سيدنا، وبستأذن حضراتكم، هنخرج لفاصل سريع ونرجع مرة تانية، خليكم معنا. برحب بحضراتكم معنا مرة تانية في أنا وبيتي، وبرحب بنيافتك معنا يا سيدة. نورنا. نرجع بقى على مشكلة واضح إن دي من أم بتقول مشكلتي إنه عندي ابنة في 30 من عمرها. كم؟ عندها 30 سنة. متعلمة ناجحة في عملها، لها دخل مرموق من عملها، ليها علاقة قوية مع ربنا، لكن عندها مفاهيم متعبة جدا عن الزواج من كتر المشاكل والمتاعب اللي بتشوفها في أغلب المحاطين بيها من أصدقاء وأقارب، مع أنه بيتنا نشكر ربنا هادي بنعمة ربنا،
بتقول إنه ده مثل نادر حدوثه، لكنها في كل من يتقدم ليها تاخد فترة في الفحص والتفكير والدراسة والاختبارات، ولم يكن أحد مناسب إلى الآن. لكن المشكلة عدم رغبتها الداخلية، فتقول أنا في غنى عن كل المتاعب ومشاكل الجواز، لأن النجاح في الحياة الزوجية المؤسسة على أساس البيت المسيحي المتفاهم أصبحت أمثلة نادرة. وهي بتستفيد من كل نصايح البرنامج في الاختيار، لكن تقول أنا في غنى عن أي متاعب ممكن أواجهها، كده أفضل بدون زواج لأن لا شيء مضمون والكل بيتغير بعد الجواز. أرجو النصيحة والصلاة من أجلها، مش عارفة أعمل إيه عشانها. شكرا. هو هنا ننسي الحقيقة، أول حاجة ملاحظة إيجابية إنها بنتها دي بتتابعنا في البرنامج. آه طبعا، فكويس إنها بتتابعنا عشان تسمعني. شوف حبيبتي، ربما انت بشايفه ان احنا بنعرض مشاكل كتير في البرنامج، والهدف ان احنا نحللها عشان انتوا تتعلموا انكم تتجنبوا المشاكل دي. بس عايز اقولك انت اللي شايفه ان المشاكل عددها كبير، بس حبيبتي المشاكل دي عددها كام من عدد الشعب القبطي في مصر؟ ولا حاجه، ملوش قيمه العدد. إنما تقولي إن البيوت المستقرة هي النادرة النهاردة، لا العكس صحيح، البيوت اللي فيها مشاكل هي اللي نادرة. فما تبصيش إلا على البرنامج وتتخيلي دي العامة، عامة الشعب هم كده، العكس كده. آه في اختلافات، في خلافات جوه البيوت، إحنا بشر زي أنت وأختك، أنت وأخوك هتختلفوا، إنما بتحبوا مع بعض وعايشين مع بعض رغم إن طباعكم مختلفة. صح، فممكن أنت وزوجك يبقى في اختلاف بس عايشين مع بعض عشان بتحبوا بعض، والكتاب يقول محتملين بعضكم بعضا في المحبة. صح، دي أول ملاحظة. تاني ملاحظة إن أنت أريح لك كده، لا مش أريح لك. ليه بقى؟ هي متخيلة إنما تجوزت أريح، لا تعالى نحلل. كما لو كان الزواج ما منوش فوايد، مين قال الكلام ده؟ يا بنتي أنا راهب وبكلمك. أولا الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، ما يقدرش يعيش منفردا. والإنسان بطبيعته ما يقدرش يعيش خارج دائرة الحب، بمعنى إنه يحب إنه يحب ويتحب، وممارسة الحب لن تكون إلا في داخل دائرة الزواج، لأنه ممارسة الحب من خلال بابا وماما ده وقتي، ربنا يديهم طول العمر وبعد شوية، فممارسة الحب هتبقى في الزواج أكتر. ممارسة الحب في علاقتك ببابا وماما برضو نسبي، لأن ماما بتديك وبتدي بابا وبتدي إخواتك إنما في الزواج لا، أنت وهو بتعيشوا مع بعض وبتقدموا مشاعر محبة متبادلة في ظروف متعددة. يبقى إذا أردنا نقول أنني في حاجة إلى الحب، يبقى لازم في زواج، لأن الرب بيستبدل الحب الزيجي بالحب الإلهي، إنه ليه عشرة مع ربنا عميقة قوي وقوية قوي، ليس في حاجة للعلاقات. ومع ذلك أنا كأسقف النهاردة ببقى سعيد جدا لما أتلقى مشاعر محبة من شعبي. صح، وببقى سعيد جدا إن أنا أمارس الحب الأبوي مع أولادي. يعني يمكن حضرتك أشرت إن أنت إن أنا بنزل أشتري الهدايا بنفسي. آه أنا بشتريها ليه؟ بتحب الولاد. بحب ان انا اشعر ان اب رايح يشتري حاجه لاولادي. صح، ففي بدائل لممارسه الحب بالنسبه لنا مع اولادنا. فبنتي اولا الزواج هو ممارسه الحب في اجمل صور. نمره اتنين، الزواج فيه عشره، الانسان ما يقدرش يعيش وحيد، محتاج شريك حياه، محتاج يتكلم مع حد يسمع له. انت مهما اشتغلتي وعندك ساعات عمل، رجعت بيتك لوحدك بعد كده النهارده مع بابا وماما، مقفول عليكي باب تدمير نفسي. يعني حتى لما بتبقى واحده ترملت وما عندهاش ولاد تكاد تتجنن، مش قادره تعيش، انها فجاه كده تبقى مقفول عليها اربع حيطان، انت مش قادره تحسي بده بكره. النقطه الاخرى، اي انسان في الكبر لابد له من معين. طب في كبارنا، انا كاسقف حكبر، ما اكثر شعبنا المبارك اللي يتمنوا يبقوا الا جوار الاسقف المريض اللي في اخر ايامه. طب وحضرتك تخيلي كده انك كبرتي
وما لكيش حد وراح حطوك في بيت مسنين. اللي في بيوت المسنين حتى اللي متجوزين لهم ولاد بيدوروا عليهم، تلاقي نفسك انت الوحيده في بيت المسنين ما حد سائل فيك. اشوف حبيبتي انا يعني بحط الصوره القاتمه اللي انت مش شايفاها بكره، انما واحده عندها زوج في حدود قدراته هيجيب لها كوبايه ميه يهتم بيها يديها الدواء في ميعاده، عندها اولادها عندها احفادها. فبنتي لا تتجاهلي كل ما اقوله كنتائج ايجابيه للزواج، حتى لو كان للزواج بعض الامور السلبيه. هي موضة المرأة المعتمدة على نفسها، هي طبعا الست مفروض ان هي تعتمد على نفسها، لكن في بنات بتبقى واخدة السكة دي بتأثير من السوشيال ميديا، انه انا طول ما انا موجودة في بيت اهلي بشتغل معايا ده عندي دخل كويس بنمي نفسي وقدراتي، فانا مش بحاجة لأحد. اوجع دماغي بقى في بيت اهلي ماذا بعد؟ بالضبط. واحيانا بيسمعوا بقى ايه لمطلقات سواء في العمل او في برامج قصص توجع القلب. لا 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 لا، اقصد هي مطلقه بسبب جبروتها اتطلقت، فمش هتقول بجبروت اتطلقت، ده عايزه تقول لا 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 انا وانا وانا واحسن من الزواج واحسن مين، لا من جوه مكسوره فبتطلع ده بغل انه لا ما انا مستغنيه عن الرجاله، مين الراجل ده يتحكم فيا؟ ما تسمعوش للناس دول. إجابة رائعة، أشكرك يا سيدنا. طيب إحنا معنا تليفون. طيب أنا متجوزة من سنة 2000 وكانت الحياة الزوجية حلوة وبركة ربنا أعطانا الله ولد وبنت ومفيش أي مشكلة. بعد وفاة والدي أواخر 2015 بدأت المشكلة، إنه منتظر آخد الورث بدلا من إننا نجيب مدفن لبابا بفلوسه، وبدأ الأمور تتعقد لدرجة وصل للشك أني باخد أكل وعيش من بيتنا لبيت أخي الصغير، والأباء الكهنة وأولادي أكدوا له أني ما عملتش كده، والأباء قالوا له بلاش شك وظن وحش، لدرجة وصلت الأمر أنه عمل 3 أقفال على دولاب المطبخ والسفرة، ومش بيدي للولاد مصروف من فترة، مع العلم مصروف البنت 40 جنيه في الشهر والولد كذلك، وأنا كمان بيديني 60 جنيه أو يجيب لي دواء الكالسيوم مرة في الشهر. أنا مش بشتغل لكن بصرف على نفسي من فايدة شهادات البنك من دواء أو ملابس أو مواصلات أو أي حاجة عاوز أجيبها لنفسي، لكن للأمانة هو بيدي للولد دروس لأنه في تالتة إعدادي وبيدفع للبنت مصاريف المعهد. هو بيشتغل فني صيانة كهربائي في شركة، بس معايا بخيل جدا في النواحي المادية والعاطفية، وحاجة تانية أخجل إني أتكلم فيها. عاوز رأي سيدنا أنبا بولا أعمل إيه عشان تعبانة قوي قوي منه ومن كلامه ومن تصرفاته وكلامه ليا امشي من البيت كل شوية، وأب اعترافي قال لي لا ما تمشيش من البيت. هل ينفع يدفع نفقة شهرية ليا ومصروف شهري للولاد ولا لأ؟ أرجو المساعدة لأن الأباء الكهنة ما قدروش على حل المشاكل دي، وكمان منعني من خدمتي وبيسمع كلام أخته الكبيرة اللي بتتدخل في كل شيء حتى تربية عيالي. أرجو مساعدتي لأنه لا يوجد أحد بيقف جنبي بعد ربنا، أرجو الرد. بصي نانسي، في برضو أنا بحب أكلم أولادنا من اللي بيقولوه. من 2000 ل 2015 عايشين سعادة ومبسوطين. بدأت المشاكل بعد ما أبوها. موضوع الميراث. موضوع الميراث انه هي اتفقت مع اخواتها بالميراث نجيب مدفن، يجيب مدفن، بس كلام غير دقيق. عشان كده بعدها في شهادات، جابت سيرة شهادات كده منتهى الذكاء، بتعلم من يافتك. كلام غير دقيق. لا، هي خدت الميراث وحطته في حسابها هي وشهادات باسمها. المشكلة ليست المدفن، ولكن المشكلة انها فصلت نفسها ماديا وحطت الشهادات باسمها. وهنا بداية المشكلة. النهاردة لما أقول له حبيبي جالي فلوس نعمل بها إيه ونشترك فيها، ما كانش كل ده حصل. والنهاردة هو ما بديهاش فلوس فبتصرف من فوائد الشهادات. وقفل على المطبخ وبعدين قفل على المطبخ بمفاتيحه وإقفال إنها بتودي لأهلها. هل معناها إن أهلها
محتاجين ماديا قوي كده في نظره لدرجة انه تودي لهم اكل برضو ما يصحش انها تعمل كده من وراه. حتى هي بتقول انه ده ما حصلش وبتقول ان الولاد والكهنة اكدوا له ان ده ما حصلش. يعني بس الشكوك ليه يا شباب؟ ما الشكوك دي لها ابعاد يا ناس. يعني فجأة شك في انها بتبعت ليه؟ جايز هي باستئذانك بتودي في وقت من الاوقات. فهو انا عايزه بنتي انتمائك لجوزك وانتمائك لبيتك، وانا مش بحب ابدا الفصل المادي ما بعد الجواز، لابد كل شيء يبقى بينكم مشترك، وانا رايي الفصل المادي ده ما بعد المراس هو اللي عكر صفو الحياه. هل هتقدري تقعدوا تناقشوا الموضوع والشهادات دي تبقى فلوسك وفلوسه، ما تبقاش فلوسك انت بس؟ انت النهارده بتاخدي ايراد شهاداته مش مكفي، هو مقصر مش بيديكي، ده معتمد على انك عندك شهادات. النقطة الاخرى بتقول اقدر اخد نفقة. يعني ايه نفقة؟ ترفع قضية نفقة وهي عايشة معاها؟ حدش هديها طبعا. النفقة دي لو هي سايبة البيت وعايشة لوحدها، وهي مش عايشة لوحدها، ده عايشة مع بناتها وياها. يا بنتي انتوا متجوزين لكم 23 سنة، بناتك النهاردة كبروا، ولادك كبروا، ابنك وبنتك كبروا، يعني ابنك وبنتك عندهم 20 19، ما بقوش صغيرين عشان يعيشوا في الأجواء دي. أنا رأيي هي محتاجة حد حكيم يخش بينهم يسمع له عن سبب المشكلة الرئيسية، وإذا كانت سبب المشكلة الرئيسية موضوع المادة أنا أعتقد الموضوع يتحل، ميبقاش في فصل في المادة. طب هسأل سؤال يا سيدنا، أنيافتك قلت إنه من الأفضل إن فكرة فلوس الورث دي يبقوا هما الاتنين بيخططوا هيعملوا بيها إيه؟ بس ده في حالة إنه الست ورثت. لو في حالة إن الراجل بقى هو الورث وساعتها بيبقى شايف إن دي فلوسه وإن هو رأس الأسرة وبالتالي مش من حق حد إنه يتدخل. والحقيقة نانسي ما بنسمعش إن الزوج لما يورث يقول دي فلوسي، لأن هو اللي بيصرف على البيت. المشكلة دايما بتحصل مع الست العكس بقى. إن الست هي اللي بقى عندها فلوس بعدما لم يكن لديها مال. في الأول ما كانش لها دخل، والنهارده بقى لها دخل، فبدأت تقول لي فلوسي. يا بنت عيشي زي ما كنت عايشه قبل ما يبقى عندك فلوس. تاني، عيشي زي ما كنت عايشه قبل ما يجيلك فلوس. كان الوضع ايه؟ مشتركه، انا ماليش حسابات خاصه، الفلوس فلوسنا، بنربي بيها عيالنا. هي لما فصلت حصل المشكله. تمام. طيب احنا معانا اخر رساله، لو في وقت بقى ممكن ناخد تليفون. مساء الخير، كنت محتاجة ضروري رأي سيدنا. أنا عندي 27 سنة، لسه مخطوبة بقالي 6 شهور وتعرفت عليه من سنة. ماما تعبانة مريضة جلطة، واتفقت معاه أني هبقى معاها اليوم كله لغاية ما يرجع من الشغل، وما كانش عنده اعتراض. لكن لما بيسمع ماما وهي بتتكلم بتقول هتبقى قاعدة معايا وتيجي تبات معايا، بيقول لي أنا خايف بعد كده أنك مش هتبقي معايا. وبالرغم أننا اتفقنا على الكلام ده مع بعض قبل كده، أقعد أقول له زي ما اتفقنا هنعمل اللي اتفقنا عليه. مشكلتي معاه بقى أنه أوقات كلامه بيبقى دبش، ساعات كتير بعدي كلام وساعات كلام بيضايقني، أروح أتكلم معاه ويعتذر لي ويقول لي ما كانش قصدي، واللي بيضايقه مني أني عنادية وبصر على رأيي. وساعات بيتكلم معايا على الميكب بس أنا مش بحب الميكب، وبيتكلم معايا على تسريحة شعري. قلت له أنا مش عندي مانع أبداً أحط ميكب عشانك، بس أنا مش بحبه. مشكلتي إني مش عارفة مش إيه؟ مش بحبه، يعني مش بتحب الميكب. واضح إن هو بيقول لها حطي واعملي تسريحة لشعرك، هي مش عايزة. مشكلتي إني مش عارفة أخد قرار ومش عارفة أتكلم مع أهلي، لأنه في الآخر بيقولوا لي القرار قرارك، ولو أنتي مرتاحة خلاص. أنا مشكلتي كمان شخصيته حساسة وخوافة، مش عايزة حياتي تبقى بعد كده مش حلوة أو فيها مشاكل، لأني مش مستحملة تعب، لأني مريت بفترات كبيرة في حياتي صعبة. هو فعلا حد حنين وبيخاف عليا وبيحاول يرضيني، بس أنا مش عارفة أختار أكمل ولا لأ. أنت عين هنا وعين هنا، واضح كده. أنا لو منه هخاف أتجوز. أنا لو منه هفكر ألف مرة أتجوز الأخت دي ولا مش هتجوز. ليه يا نانسي؟ تعالى نحلل الموضوع. أول حاجة موضوع مرض الأم، ودخلنا في موضوع مرض الأم إن في اشتراط إن هي طول النهار عند ماما وهتروح لما يرجع، تروح بالليل. وبعدين التحول الجديد
ان ماما بتتكلم انه خليكي معايا عندها. والنهارده حاله ماما المرضيه دلوقتي كده، بعد كده هتسوق، يعني هتبقى النهار كله واحيانا تبيت. لو مع السن ومع ازدياد المرض يعني ليل نهار عند ماما. جوازتي دي ان شاء الله مثل هذه الامور بتبقى عايزه واحد يقبل يتجوزها هي ومامتها، بمعنى مش انها تروح جايه على ماما، ان هي وماما وهو عايشين في بيت واحد. يبقى بنجهز لماما اوضه تعيش معانا، انما زوجتي مره بيتها هناك واحنا لسه بنبدا حياتنا، لا لن تستقيم الحياه خالص. يعني دي نقطه. النقطه الثانيه، هو مندفع او دبش زي ما بتقول تعبيرها، انما طيب بيحاول يرضيها على قدر الامكان. بس عايز اقول لها يا حبيبتي اللي هيقول لك عليه حاضر النهارده وهو غير مقتنع لانه بيحبك، بكره هيقول لك مش هيقول لك حاضر ابدا. وهتقولي ده اتغير، لا هو مضغوط عليه انه يرضيكي لانه بيحبك، بس بكره هيلاقي الامور زايده عن حدها ومش هيرضيكي. فافهمي ان حاضر اللي بقولها دلوقتي دي لا تناسب طبيعه الرجل، وان بدا بيها النهارده لن يكمل بيها بكره. مش لانه وحش، لان دي الطبيعه بالظبط. اكمل كلامي. يضاف الى ذلك هي عناديه ودماغها هي بتقول ده من كلامها. فاصرارك على اللي انت عايزاه هيقبله النهارده ومستحيل هيقبله، هيكسر لك راسك العناديه دي بكره. اخطر ما في الموضوع هو ليه بيتكلم عن الميك اب وتسريحة شعرها. شكلها وحش في نظره، جايز جميلة الجميلات في نظر نفسها، هو عايز يشوفها اجمل من اللي هو شايفها فيه، فبيتكلم انها لازم تحط ميك اب عشان تبقى بصورة اجمل، وبيتكلم على تسريحة شعرها، هي من عزبة البط ومش مهتمية بشعرها، فعايزة تبقى مهندمة في مظهرها، اجمل في مظهرها. معناه ان الراجل ده جواه هي مش مالية عينه، مش مالية عينها شكلاً. انما لانه بيحبها ايا كان السبب، فعايزها يحبها بس بالصورة اللي يحبها، فعايزها تعمل ميك اب، عايزها تلبس. بس عايز اقول لك بكره التأثير بتاع الحاجات دي هيبقى وقتي ونسبي. يا بنتي على الاقل ما تعنديش عنده مشكلة في شكلك، حاولي تظهري بالشكل اللي هو عايزه وما تنشفيش دماغك. ودي أنا نقطة. شايف المحك عشان ما نخشش بقى في الشكل والجوهر دي، أنا بس بحلل ليه وعايز كده واستنتجت ما وراء طلبه. إنما المحك اللي يقبل يتجوزك مع مامتك وتعيش مامتك معاه اتجوزيه، إنما عشان أنت رايحة جاية بينه وبين مامتك بقولك من الاول مش هتقدر تعيش في سلام. ودي نقطه بقى في النهايه مهمه جدا، لانه في بنات كتير بتبعت يا سيدنا تقول لي يعني انا ماما ملهاش غيري وانا الوحيده اللي عايشه، انا وحيده بابا وماما وبابا مش موجود، بابا اتوفى اي حاجه، وانا مع ماما لما يجي يرتبط بيا شخص المفروض ان انا اقول له ايه؟ يعني المفروض ان انا اقول له ماما تيجي معايا، ولا المفروض ان اقول له لازم نسكن جنب ماما؟ ايه الحل؟ لو سكنوا جنب ماما هتتحل. يعني لو ماما قادرة انها تجيب شقة لنفسها وهم في نفس العمارة بالعكس تبقى اريح، تنزلها ساعة تطلع ما فيش مشكلة. انما ماما ساكنة في حي وهي ساكنة في حي ويطلع النهار هناك لا ما يستقبش. فيا اما وده حل انا بشكرك عليه، ان هم يبقى السكن في بيت واحد بيتين جنب بعض، او انها تعيش معاه ومعاها وهو يقبل كده. بغير كده خليك الماما. طيب أسأل سؤال تاني يا سيدنا برضو، لأنه فكرة المكياج والشعر والحاجات دي في بنات بتتعامل معاها على إنها كماليات، بمعنى إيه؟ إنه اللي جاي يخطبني ده مفروض يكون مقتنع بيا، مقتنع بشخصيتي بتصرفاتي بدماغي بفكري، لأنه ممكن تكون هي مثلا واصلة لدرجات علمية معينة أو بتشتغل شغلانة مرموقة وشايفة إنه المظهر ده مش من أولوياتها. هل التفكير ده صحيح؟ أنا مش مشكلتي إنها مش من أولوياتها، أنا مشكلتي إنها من أولوياته. هو موضوع شغله،
ومن لا يتقبل زوجته شكلا قبل الزواج هيتنه طول عمره موضوع ده تعبه حاسس انه كان مفروض ياخد احسن. الزوجة ممكن تتقبل واحد شكله وحش لانها بتحب فيه طباعه. الراجل دايما عينيه هي اللي بتشغله. الودن عند الست اللي بتأثر عليه مش العين. بتسمع منه كلام حلو تتجاهل رؤية عينيه. هو العكس، الراجل عنده عينيه لها دور كبير جدا في مشاعره الداخلية. وإلا دي أم العيال وبره يبص براحته. دي مش خلينا واضحين هنا يا استاذ شباب، ده حقيقي. انا بشكر نيافتك لانك بتناقش المشكله بجراءه كده، اللي هو ايه اللي البنات فعلا بيبقوا عايزين يغمضوا عينيهم عنه. احنا بنقوله لانه بيسبب مشاكل كتير، واذا كانت طريقه تفكيره من الاول مش عجباكي او حاسه ان هو يعني بيهتم بالشكل اكتر من المضمون، ما ترتبطيش بيه يعني. بس هو الراجل ماهوش في المضمون عنده مشكله، لانه طيب وبيرضيها و و و بس كمان انا كمان ارضيه. الحل اللي نيافتك قلته ده حل عملي جدا. وعندنا وقت ناخد تليفون يا شباب ولا خلاص؟ خلصت. طب احنا ما عندناش وقت. انا بس قبل ما اختم عايزه اقول لنيافتك انه مبسوطه قوي انه احنا واصلين لدول كتير قوي. يعني بعد حلقه الاسبوع اللي فات جالي رسائل من كل حته تقريبا، من امريكا ومن استراليا ومن اوروبا ومن دول كتير قوي. وتقريبا في عامل مشترك ما بين كل الرسائل ان هم بيشكروا نيافتك على انك عندك سعه صدر وبتسمع وبتحاول تحل على قدر الامكان وبتطمن الناس. فانا حبيت انقل لنيافتك المشاعر الحلوه دي. وهم عندهم بقى حاجات كتير، عندهم تفاصيل كتير، اللي بيسال في حاجات معينه واللي بيقترح موضوعات واللي عنده مشكلات. فانا كنت سعيده قوي انه احنا واصلين لكل الدنيا، ودي حاجه تشرفنا وتسعدنا. وسعيده اكتر انه صوت نيافتك واصل وبدرجه كبيره من التاثير. انا مبسوط للجمله الاولى ان احنا واصلين، لان ان كان الناس بيكلموك يقول لك ام بابولا بيكلمونا يقولوا نانسي. سلم لنا على نانسي، نانسي رائعه. طب اسلم لكم اقول عليها فهقول لها كندا بتسلم عليكي. لا نشكر ربنا ان انتوا لكم دور في نجاح هذا البرنامج ده. صحيح، اشكرك جزيلا يا سيدنا. وجود نيافتك بركه كبيره. واحنا بنتعلم. وحقيقي كل حلقه لو حللناها كده دي ينفع تدرس لوحدها، وخصوصا بقى حلقات المشاكل، لاننا بنعرض على سيدنا احيانا ممكن يقرا المشاكل قبل الهوا، واحيانا كتير ممكن يتفاجئ بالمشاكل كده على الهوا، زي ما احنا بنستقبل التليفونات ما بنبقاش عارفين فيها ايه. سيدنا دايما حاضر بالرد، والرد الموضوعي السليم الدقيق. لفت نظري يا سيدنا النهارده التفاصيل الطبيه اللي نيافتك اتكلمت فيها، وانه قد ايه الدرايه واسعه والعلم كبير. فدي حاجه احنا كلنا بنتشرف بيها. ربنا يعني نشكر ربنا عليها. نورتنا وشرفتنا يا سيدنا. بشكر نيافتك جزيل الشكر، نيافه الحبر جليل انبا بولا مطران طنطا وكل توابعها. شكرا لوجودك معنا يا سيدنا. بشكركم على متابعه حلقه النهارده. الحلقه موجوده على المنصات الإلكترونية المختلفة، موجودة على يوتيوب، موجودة على فيسبوك، تقدروا تتابعوا الحلقة كاملة أو تقدروا تتابعوها مقاطع. كل الحلقات اللي فاتت، عشان في ناس بتبعت تسألني على حلقات معينة، موجودة على يوتيوب بعناوينها، تقدروا تدخلوا وتدوروا عليها تلاقوها بمنتهى السهولة. أي حد عنده استفسار، عنده اقتراح لموضوع عايزين نتكلم فيه يبعتولنا، ما تترددوش أبدا. متابعتكم شرف كبير لينا وإحنا بنسعد بده جدا. الأسبوع الجاي إن شاء الله بقى يعني هيكون عندنا موضوع نختم به السنة، ويكون عندنا إن شاء الله سلسلة من الحلقات اللي تعجبكم في السنة الجديدة. بشكركم وأشوفكم الأسبوع الجاي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. إلى اللقاء.